عمر بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم. أصحاب السعادة، حضورنا الأكارم، في قلب المملكة العربية السعودية، فالمسافة لحدودها الأربعة متقاربة، وحكم التاريخ على أهل القصيم أنهم أهل راحلة وذلول وركاب وزاد. هنا وبرعاية كريمة ودعم غير مستغرب وتشريف مشرف من أمير الإنجاز والإعجاز والإدارة والريادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، هنا في بريدة مركز الترحال الأول ومحطة الانطلاق التي سبقنا إليها أولئك الرجال الذين أودعوا في أهلها كرامة العيش ورغدة. يهل الرحال دائما رحلته بوجدانيته مع الله في كل رحلاته، لذا روح الرحالة التنقل وتستنسخ من زمن إلى آخر، فلولا الرحالة ما كان طريق الحرير، ولولا الرحالة ما كان طريق البخور، ولولا الرحالة ما كان هناك طرق متعددة للعقيلات. على مستوى المملكة والوطن العربي والعالم ورواد ثقافة السفر والترحال وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، رسالتها نشر وتبادل المعرفة ورفع الوعي المجتمعي بكل ما يتعلق بالسفر والترحال، وتسليط الضوء على الأنشطة السياحية المختلفة، والتعريف بالموروث السعودي من عادات وتراث وآثار، والمشاركة بإقامة وتغطية الفعاليات ذات العلاقة، تثقيف المجتمع بمكانة المملكة وقيمها ودورها المؤثر في الحضارة الإنسانية وعمق تأثيرها في المجتمع الدولي. وأسعدني إنما هو تكريم لكل من قدم جهداً في مجال الرحلات والتي قدر لي شخصياً أكون روادها منذ عقود عديدة، حيث شرفني ولاة الأمر هذه البلاد بوظائف متعددة استدعت مني تجوال في الأرجاء المعمورة وغير المعمورة من هذا العالم. وكان الرحالة بتقليد سمو أمير منطقة القصيم العضوية الفخرية. نستقبل سموكم الكريم أمان الأستاذ فهاد بن سليمان الفهاد، رجل الأعمال الدكتور عبد المجيد بن عبد الرحمن الشتاوي، ما في أكواب كبيرة؟ والله للأسف. إيش الشاهي ولا قهوة؟ شاهي إيش؟ سبون أنت. شاهي إيش هذا؟ شاهي تلقيمه خادر على كيف؟ الله خادر هدينا واحد. يسعده شكرا. مع السكر؟ مع السكر. على جمعية الرحالة الغالين. سلام معطر بالورد والريحان والكادي. سلام يجمع الأقصين والأدنين. إلى الآن لم تكتمل، تونا طالعين وتو طالعين.
شفت 42 اي قريب شارع البخاري صح؟ ما شاء الله كانه شارع اليووك عندنا شارع اليووك مركز اليووك عندنا في الرياض هذا ديار مشهور عندنا في الحلا الحلا حلوياته حلوه ايه يعني ايه عرفتي افكاره كله ايش تبون تدخلون تشوفون قصيميه ايه قصيمي الاصل قصيمي الاصل ايه قصيمي الاصل يلا ديار مركز او محل حلويات تقول بيفتح عندكم بالرياض خلص كل الاشياء اللي عنده لا عجبت فكره الاسماء هنا حاطينها على بلورة وش هي حلو اي شيكه هذه في منها بيستاشيو بس هنا ما هي موجوده اللي هي كيكه ليمون أيوة كيكه بيستاشيو ايوه سلام طريق بك عبد الله مره جميل مره جميل هذا كذا النفق كذا اي مره حلو طويل حتى النفق طويل وكله كذا اناره بس انارته جميله كذا تستمتعين شايفين يا